المكان صار خرابة يا بنتي. مشان هيك جبتك تصلحه يا معلم. هذا المكان ضل ذكرى من أمي المرحومة. شو رأيك فيه؟ والله هالمكان بده شغل كتير، قصدي يعني مو بس بده شغل لنظبطه، وبده كتير مصاري يكون بعلمك. أنا مجمع شوية مصاري. هلأ قول بالأول، ممكن تصلح هالمكان ولا ما بيطلع بإيدك؟ ايه طبعاً بيطلع بإيدي. يلا لكن ترك الباقي علي، أنا رح دبر المصاري. بتمنى تنهي بأسرع وقت وحاول ترجعه مثل ما كان، يعني مثل الأول. رح أعمل اللي بيطلع بإيدي يا بنتي، لكن رح روح وشي بالعدة. تمام. أخيراً لقيتك يا احتياطي، أنت شو عم تساوي هون؟ لا طلع صوت. ليش؟ لأنه أكلت كل صحن المحاشي. أختي، الموضوع مو مثل ما قالوا لك بالمرة، هي لعبة كبيرة. يلي رح يتأذى بهاللعبة كان عان كورهان. هنن إجوا لعندي وقالوا لي رح تقتل كان عان كورهان. قلت لهم ليش؟ قالوا لي لأنه أنت من هاي المنطقة، يعني أنت ابن هالحارة، وهددوني إذا ما قتلتوا لكان عان نحنا رح نقتل أختك الكبيرة سدف رجب جولداك. رجال خطير ووسخ كتير، هو المسؤول عن كل هالشي، وهو يلي خطط لهاللعبة. تيكين، لساتك عند عرضك لإلي؟ بخصوص اللي قلتيه مبارح، يعني إجي معك. يا ترى لغيتي العرض؟ مين عزراء؟ قصدي يا جمهور. حبيبتي ما رح تعرفيني على صديقك؟ تيكين بيكون أخوة بالتبني. أنا يا أجز تشرفت بمعرفتك. وأنت؟ يعني أنت شو بتكون بالنسبة لها؟ أنا خطيبة، عن قريب رح نتزوج. بالله جد؟
حلو كتير. أنا استغربت، ليش ما خبرتينا بهالشي؟ ألف مبروك أخي. تكين، ليش واقف على الباب؟ يا جمور، شبك حبيبتي، عزمي لجوا. لا، ما في داعي فوت، في عندي شغلة مهمة. تكين. صح، ليش اجيت لعندك؟ والله نسيت وقت شفتكن. أبوك بخير وأنا بخير، لا تقلقي، كلنا مناح. اجيت لخبرك. أنا قوصته يا أختي، أنا قوصت كنعان كرهان غصب عني. أنا مستحيل كنت ساويها لو ما هددوني بقتلك، بس هداك الرجال وعدني، رجب جولداغ وعدني يا أختي إنه رح يهتموا فيني وأنا بالسجن، ورح يطالعوني من هنيك بسرعة. أنا تعبت كتير يا أختي، بس أخيرا اكتشفت هدفي. هدفي الحقيقي إنه نأسس عيلتنا هون من جديد بعد ما أنا أطلع من السجن. الحق معك، يلي جبر إنجن يساوي هالشي واحد اسمه رجب، وهو يلي طلب منه إنه يقتلك. رجب جولداغ هو المسؤول عن كل شي. ألو. نعم، قدرنا نعرف مين ورا هالأعمال الوسخة. مين هو بابا كنعان؟ رجب جولداغ. جيب عدنان وتعا، نحن هلأ بدنا نروح على مكتب رجب، استعجلوا. خليكي هون. ألو أركان، عدنان عندك؟ اتصلت مع ميشاوي. لا والله راح. يلا قلي لوين راح. راح على مكتب رجب. إمتى؟ من حوالي ساعة تقريبا. طيب في معه حدا؟ لا، راح لحاله. استغفر الله، كيف بيروح لحاله؟ أنتو شلون بتسمحوا له؟ هو أمرنا، ما حدا يلحقه، ما فينا نعمل شيء. ألو، على تليفونك عدنان، يلا رد لشوف. يمكنك أن تركوا رسالة بعد سماع الصوت. عدنان، بعد من عندك، يمكن يكون فخ. رجب جولداغ هو اللي عطى الأوامر أنه يتقوص بابا. شو صار تكين؟ بابا عدنان راح لحاله على مكتب رجب. نعم، على هالقصة أكيد نصبوا فخ لعدنان. اتصلت لخبره بس ما عم يرد على تليفونه. أسرع شوي ابني. وين انت؟ قريب من المكان. استعجل شوي تكين. لا تقلق بابا. بسرعة يا ابني، بسرعة.
رأيك بهالفيلم؟ أعجبك ما؟ هو مو دفاع عن النفس، هي جريمة قتل، رح يحكموا عليك بالمؤبد. شو المطلوب؟ بدك مصاري مو هيك؟ ولا سند ملكية هديك الخرابة؟ يلا قول شو بدك. أنا بدي منك تقتله لأخوك. بسرعة يا ابني، أسرع أكثر. رح تعمل مثل ما بقلك، رح تقتله لأبوك. طيب عدنان، وينك عدنان؟ عدنان، عدنان، عدنان أخي أنت منيح؟ وينك أنت؟ أنت خايف علي؟ أنا منيح، لا تشغل بالك. عدنان، ألف حمد وشكر إلك يا رب. وينك أنت يا ابني؟ أنا على الشط بابا. مو على أساس رايح على مكتب رجب؟ كنت رايح لهنيك، بس سمعت رسالة تكين ورجعت فورا خبره انه هو انقذ حياتي. انتوا وينكم؟ نحن بمكتب رجب، لا تروا على اي مكان، نحن جايين. شكرا لأنك خبرتني بهالشي، معروفك كبير وما رح انساه. هذا واجبي. قال كنعان بده يداهم مكتبنا، خبر الشباب يختفوا شوي هالفترة. ماشي أخي، وإذا صار شي جديد بخبرك. يا بنتي أنا طالع.
بتقول؟ ماشي بابا، مع السلامة. آه لا تسوي هيك بتقول. كل مرة بتتناقري فيها مع تيكين بتبكي وبتحرقي حالك. لا تقلقي، كل الأمور رح تتصلح. هالمرة ما رح تتصلح. حاجتك سخافة بقى. صدقيني يا بنتي، دائما بيصير هيك قبل العرس. بكرة تيكين بيجي وبيعتذر وبتتصالحوا. ما رح يعتذر بابا ولا رح يجي. أنا صرت أعرف منيح ليش هو عم بيساوي هيك. هو عم بيساوي هيك لأنه لأنه شو؟ لأنه انتهى كل شيء. شو يعني انتهى كل شيء؟ خلص لا تقلق، أنا منيحة عن جد منيحة. بتقول بابا أنا منيحة بلا ما تتأخر. أنا بقرر مين البنت يلي بدي اتزوجها أمي، ونحن شو دخلنا بماضي عيلتها؟ مزبوط أبوها رجال خطير وعنده سوابق، وعم يقولوا إنه قتل واحد من كم يوم اسمها يا جمور، بس هي كانت تقول إنه اسمها عزراء. لك أنا بحبها يا أمي. لا أمي بترجاكي لا تبكي. يا جمور، بعتقد إنه أمك معها حق. لا أنت فهمتي غلط. أنا آسف، كنت شارد شوي. يا جمور لو سمحت افتح الباب، أنا بدي أحكي معك. حبيبتي لا تعملي هيك. بترجاكي يا جمور بس اسمعيني شوي. نعم. ألو ألو، ألو ألو، يا جمور حبيبتي نحن لازم نحكي. لو سمحتي يا جمور. حابة أقضي شوية وقت لحالي لو سمحت. خليني اهدى وبعدين منحكي. عدنان. بابا. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. أنا كنت غلطان لأني ما سمعت منك. ما كان لازم أثق بهداك الحقير. أنت أنقذت لي حياتي أخي. لو ما حذرتني لكنت بهالوقت. مكتب رجب كان كأنه مهجور. الظاهر في حدا خبره قبل ما نوصل لعنده. بتعتقد شي واحد منا؟
قلي انت شو رأيك؟ انا برأيي ما في هيك شيء. ولادنا مستحيل يخونونا كنعان. لكن مين يلي خبر رجب؟ ايه عم بسمعك. متأكد؟ طيب شكرا. شوفي هذا صديقي اللي بالأمن. ايه اعطاني شوية معلومات بخصوص رجب جولداغ. شو هي؟ اسم كنيته الحقيقية للرجال مو جولداغ، رجب تيزر. رجب تيزر. تيزر؟ تيزر. انا بعرف هالكنية يونس. وانا تذكرت عباس تيزر. هلا انفهم كل شيء. انا بموت بداله، يلا اقتلني بداله. رجب بس مشان الله لا تقتله لاخي، لا تقتله ولا ترجعوا مره ثانيه. اخي لا، هذا الولد يلي كان جنب عباس لما تقوص. رجب الظاهر عم يحاول انه ينتقم لاخوه. هي انتقام بابا كنعان. هي قصه قديمه تكي، بس شكله ما نسي هالقصة نهائيا. اجى الوقت يا اخي، اللحظه يلي عم نستناها، لانه رح انتقم لك عن قريب. بابا ليش لنوقف؟ نحن منعرف مكانه لهالرجال، خلينا نروح نقطعله حنجرته وانتهينا. لا تزعج حالك بهالقصة، قد ما حاولنا ما رح نلاقيه. على الأغلب يكون اختفى بشي مكان بعيد. وعلى الأغلب مشغول بالتحضير لخطة الوسخة الجديدة. ولحتى يقدر ينفذ هالخطة لازم يطلع من جورة الفيران يلي متخبي فيها، وأنا ما راح أسمح له. يلا يا شباب بدنا نلاقيه. قالوا نعم. انسى زهرة الضيفة اللي عم تستنيها وصلت، وانا بعتها لعندي. مين؟ ما تبعتي حدا بدون ما طيب شكرا. مرحبا بتول. إذا عندك شوية وقت أنا حابة أحكي معك. إيه أكيد تفضلي عادي. صار لنا زمان ما التقينا ببعض. شلون لقيتي عنواني؟ العم يونس هو عطاني عنوانك. لا تقلقي ما رح خبر حدا بشي. في كتير شغلات بأتماجة تغيرت من لما رحتي يا كمور، مثلاً أنا وتيكين. بعرف إنكم مخطوبين. ليش عم تحاولي تاخدي مني طالما بتعرفي إنه مخطوبين؟ شو هالحكي الفاضي بتول؟ لا تنكري بنوب، الكل بيعرفوا إنه أنت وتيكين بتحبوا بعضكم من الطفولة. بعد ما رحتي أنا اللي ضليت معه. ما بتعرفي قديش عانيت لخليته ينساكي. أنا قضيت فترة طويلة معه وكنت بعرف إنه لساته بيحبك. لحتى هو نسيكي.
واختارني إلي، بعدين عرض علي الزواج لأني أعطيته أهمية وحب أكتر منك. أنا حبيته مثل ما هو. وليش عم تخبريني بكل هالأمور هلأ؟ لأنه بعد هالسنين إجيتي وخربطتي عقله. مالك حق بنوب ومالك حق تاخديه بعد هالوقت. لا تاخدي مني يا قمور، والله ما فيني اتحمل. خلصت اللي عندك؟ خلصت. يا انا فكرت انك لحالك يا قمور. لا افوت اصلا، كنت بدي اتصل فيك. بتول خطيبة اخي تيكين اللي تعرفت عليه. تشرفت بمعرفتك. ياكز بيكون خطيبي وعن قريب رح نتزوج. بالله جد؟ انا فرحت كتير، الف مبروك. شكرا. بصراحة انا كتير حابة انه لقائنا هذا ما ينتهي، بس انا وياكز مشغولين ولازم نروح. على كل رح وصلك علبة. اسم الزلمة رجب، رجب جولداك، صبور وغني وخطير كتير. انت اللي لقيت لنا اخوه من كام سنة، فيك تلاقيه هلأ؟ ممكن. وانت احكي مع ابنك شوي، لانه تكين كتير عم يأذيها لبنتي. ايه تكرم. خلينا نتمشى شوي تيكين. لوين بابا؟ شو في كنعان؟ خود السيارة وروح، شوفك بعدين وبنحكي. ماشي. انت بتعرف انه يعقوب رفيقي من زمان كتير. بتول كبرت على ايدينا، ولما توفت مرته ربى بنته لحاله. بتول كل شي بالنسبة له. بابا انا بيحبها أكتر من كل شي بهالدنيا، وهي كتير غالية عليه. تتذكر وقت رحت لعنده وقلت له يا عمي بدي بنتك، هو وافق بدون ما يتردد؟ يعني عطى أغلى شيء بيملكه بهالدنيا لأبني أنا. بصير ما تطلع قد المسؤولية؟ لا أبداً. بس اثنيناتهم مزعوجين؟ معك حق وبعرف هالشي، بس صدقني هذا الموضوع ما في لعب. وعدت الجماعة التزم بوعدك، روح وصلح اللي خربته.